هذا يقول احسن الله اليك تحدث عن وسوسه الرياء نعم من الوسوسه التي انتشرت اليوم عند بعض الناس الوسوسه في الرياء يعني صار يرائي في كل شيء واصبح عنده وسوسه في صلاته في عباداته حتى في بره بوالديه حتى في طلبه للعلم حتى في الدعاء والواجب على المسلم أن يحذر من وسوسة الرياء ولا يلتفت لها ويعمل ولا يبالي بكل وسواس شيطان في الرياء فهو إن شاء الله مخلص وهذا من الشيطان ليصده عن الطاعة وجميع حقيقة أنواع الوسوسة يجب عدم الالتفات لها لماذا؟ لأنه تصد عن سبيل الله جل وعلا